مشاهدي انفاس تي في في هذا اللقاء اللي غنطلقوا فيه الموضوع جد مهم. فمؤخرا مع هذا ارتفاع اللي شهدته اسعار المحروقات فمجموعه من الناس اللي اضطروا ومن بينهم مهني النقل، فخرجت الحكومه ببلاغ اللي قالت فيه بان هاد المهنيين غيستافدوا من واحد الدعم اللي قدراته على حساب السيارات والاصناف ديال السيارات ديال الاجره. ولكن للاسف كاين حتى لحد حدود اللحظه مجموعه من المشاكل اللي كيعاني منها هذا القطاع، واليوم غنطلقوا لهاد المشاكل كاملين بحضور الكاتب العام لجهة أنفا السيارات الأجرة حجم الكبير السيد كريم منور، ومعنا أيضا السيد أحمد جعفري الكاتب العام لجهة البرنوسي. أهلا بكم. السلام عليكم. مرحبا سي جعفري وسي كريم. القطاع ديال السيارات الأجرة كيعني واحد الأزمة كبيرة مؤخرا، ف الحكومة بغات دير هاد البديلة لمساندة مهنية النقل. بصفتكم من مهنية النقل قبل ما تكونوا كتاب عامين، فواش نتوما استفدتوا من هاد الدعم؟ بالنسبة لنا احنا ما استفدناش، الناس اللي كيتستفد وهما المسؤولين على السيارات، الناس اللي كاري الكريم كنقولوا بهذا المعنى، هادي الناس اللي كاري الكريم اللي عندهم الطوموبيلات ديالهم هما اللي كيستافدوا، السائق المهني ما كيستافدش. كاين البعض لي داك المسؤول المدني ديالهم يقدر ملي تتوصل بداك المقدر قسم مع السائق المهني اللي معاه، وكاين البعض اللي ما عطاو حتى شي حاجه. يعني انت كتقول بان هذا الشيء كيبقى الضمير ديال هذاك مول الكريمه، يعني بغى ان مع العلم انه الدعم مخصص لهذا لصاحبي السيارات، سائق سياره الاسره، الدعم مخصص للسائق حيت السائق اللي كيخدم والسائق اللي كيدير الغازوال هذاك ما كيعرف غير الروسيطه ديالو كياخذها، اون فوا كي يخدم يكمل 24 ديالو خصو يدير روسيطه للسيد، هذا كيعرف الروسيطه، والسائق المهني هو اللي كيدير الغازوال هو اللي خصو يستافد من هذا الدعم. ولكن الشروط اللي تعطات ماشي هكذا، كانت تعطى الشروط بالنسبه للناس اللي خدامين، كاين عندنا التنقيط هو الحاجه الوحيده اللي يمكن لك تخلص بها، الناس اللي كتمشي دير التنقيط ديالها هما اللي خدامين في الطاكسيات، هادو هما اللي خصهم ياخذوا الدعم ديالهم. وكاين بزاف المشاكل اللي حتى في هذه العمليه ديال تلقي الدعم كاين مجموعه ديال المشاكل اللي مطروحه، من بينها ان الناس مشات للبوابه اللي فتحتها الحكومه ولكن ما توصلتش بالرقم السري، وفي نفس الوقت كاينين الناس اخرين اللي توصلوا بالرقم ولكن باقي ما خداوش الدعم، فشنو كتقول في هذه النقطه هذه؟ انا كنقولوا بان كاينين الناس اللي خداو الدعم، علاش؟ حيت ملي كتمشي تسول كيجي عندك انفو ملي كتدخل البوابه كيتعطاك واحد الكود، هذاك الكود ما عنده حتى معنى، كتمشي انت حيت عندك جوج ديال الحالات، اما تدخل على بريد بنك واما تدخل على لوريب ديالك. الانسان ملي كيدخل على البريد بنك كتمشي للبريد بنك كيعطي غير لاكارت ديالو، هذا المستفيد كيعطي لاكارت ديالو كيقلب كيقول له عندك كيعطيهم ليه، والسائق ما كيجيبش خبار بانه راه هذاك السيد راه مشى خدا الدعم ديالو. وكاين اللي كي عنده مشاكل باغ اكزومبل الناس اللي عندهم مالين الرخص ميتين، بحال اللي كاري الكريمه توفى، ملي كتجي تدخل البوابه ما كتعطي والو. ودابا حاليا انا كنت اليوم في ولايه الدار البيضاء، كاينين الناس كيديو لي كارت كريز ديالهم وكيديو البطاقه بطاقه التعريف وكيدفعهم للولايه فوتوكوبيات، كيدفعهم للولايه وكيقول له سيتي راه عيطوا عليك. كاين هذا الشيء اليوم جاري به العمل، يعني باقي كاين تاخير. التاخير ديما كاين. وبالنسبه لك السيد كريم، شنو هما المشاكل اللي لمستيها في هذا الدعم اللي خصته الحكومه؟ المشكل اللي واقع ديال هذا الغازوال ديال الارتفاع الصاروخي ديال المحروقات اللي كتشاهدوا البلاد ديالنا، هو الصعيد العالمي ماشي صعيد وطني. المشكل اللي حنا طحنا فيه دابا مع الناس ديال الحكومه، الناس ديال الحكومه دارت واحد البديله ان غتعطي واحد الدعم للسائق المهني، رحبنا بالفكره، ان كانوا غيكونوا قبل منا كانوا غيكونوا اضرابات وطنيه وكانوا غيكونوا مشاكل في البلاد. الحكومه دخلت باش حنا كما كنقولوا تكالمي هذا الشيء، دخلت بواحد الدعم غتخرجوا للسائق المهني، خرجت دعم السائق المهني عطاتنا البوابه، ملي كتدخل البوابه كنتفاجئوا كتلقاو البوابه المعلومات ديالها صاحب السياره، يعني المعلومات ديال العراره، يعني السائق المهني اللي هو يوميا كيدير الغازوال ما
ما مستافدش من هذه الصفحه هذه. ملي كتدخل المعلومات انفو كتدخل المعلومات كتطلع لك في الصفحه بان هذه الصفحه هذه خاصه بمول العرابه، اسم ديال مول العرابه. يعني انت كسائق مهني اللي كنقولوا حنايا بالمفهوم ديال المهنه ديالنا زيرو بولون كما كنقولوا، ما عندك حتى حاجه، عندك على البيرمي سايق بيه، ما غتستافدش من هذا الدعم هذا، اللي غيستافد منه من السياره. مو السياره الا كان كيخاف الله غيشد دوك داكشي اللي قسم الله وغادي يقسمه مع الشيخ. الا ما كيخافش الله راه ما، وحنا كنشوفوا يعني كيبقى لضميرو. هذه اول حاجه. ثاني حاجه المشاكل اللي واقعه بالنسبه لهذا الدعم هذا، خرجوا البوابه، الناس سجلات في هذه البوابه هذه. ملي كتاخذ واحد الكود كتمشي للبنكه ولا كتمشي للبريد بنك ولا هذه، كيقول لك هذاك الكود غير صيفطوه لك بانك تقبلتي وسير تسنى. الناس دابا مده ديال 15 يوم ولا 12 يوم باقي ما وصلوا حتى حاجه. كاينين الناس يستافدوا، ما غاديش نكر، كاينين الناس اللي يستافدوا وكاينين الناس اللي قبل من هاد الدول يستافدوا ما يستافدوش. يعني وصلهم الكود ولكن باقي ما وصلوش. وكاينه مشاكل اخرى، مشاكل اخرى بحال اللي كنشوفوا عندنا الاخوان عندنا حنا دابا في المحطات كيتناقشوا معنا عبر التواصل، كيقول لك اودي حنا عندنا المشاكل بان مول السياره صاحب مول الكارت كريز متوفي ميت. هاد الحاله واقع عندي انا، انا دابا اللي كنهضر معاك واقع عندي، عندي السياره اللي عندي ديال با الله يرحمه، مولاها ديال الوالد ديالي الله يرحمه. ملي دخلت البوابه كيقول لك مول السياره ميت، يعني انت ما غتستافدش. شنا المشكل؟ قال لك غادي تمشي للعماله. ملي مشينا للعماله قال لك المشاكل الحكومه اللي خاصها تحل. يعني كاين مشكل، هما علاش غادي نمشيو حنا على الصفحه وغنمشيو على الانترنيت وغنمشيو نمشيو على مكتب التنقيط؟ نمشيو لمكتب التنقيط، كاينين الشيفورات كاين اللي كيسجلوا تمايا، عندهم لي فيش ديالهم، لا كارت ناسيونال، بيرمي دو كونفيونس، البطاقه المهنيه، هذوك الشيفورات هذوك هما اللي خصو يستافدوا. وكنشوفوا بان مجموعه من السيارات ما فيهاش شيفور واحد، راه فيها جوج وجوج اللي خدامين فيها. السيارات كتلقى مول الكريمه كاين بوحدو هذاك صاحب المأذونيه، كاين مول السياره اللي كيكون هو خدام مع الشيفور ولا كيكون خدام من راسو، ولكن الحاله الثالثه ان مول السياره مريح في الدار ديالو وعاطي السياره ديالو جوج شيفورات خدامين فيها، كيخدموا 24 ساعه 24 ساعه، يعني نهار غادي يجي هذاك الدعم غيجي في السميه ديالو هو اللي بارك في داره وناعس في داره، خصو يجي هذاك الدعم يشدو يعطيه لهذوك الناس اللي خدامين هما بجوج في السياره. وبالنسبه لك سي جعفر، ملي دويت انا مع عدد من السائقين المهنيين شفت بان كاين واحد التشكيك في النوايا ديال الحكومه، شنو السبب ديال التشكيك؟ التشكيك كيرجع للمسؤولين، كيرجع للمسؤولين. لو كان رغموا هذا الشيء هذا وداروا النقط على الحروف وبينوا للناس كيفاش غادي ياخذوا رزقهم ما غاديش يبقى هذا التشكيك، غادي نعرف راسي بانني غادي نتخلص، ما غاديش نقول بخاطر غادي يديها من الطوموبيل، انا كسائق انا اللي غنتخلص. اذا ما كاينش الحل هذه، ما كاينش. الا ما رجعتش الحكومه وصادقوا بهذا الشيء ومشاو للبيرو ديال البوانتاج وخذوا الناس اللي كيبوانتيو، كل سياره غادي ياخذوا الناس اللي كيبوانتيو فيها، هذاك غادي تقدر تحل المشكل. وشنو الرد ديالك على هذا الامر سي؟ اللي سولتي ديال التشكيك اللي خلى الشيفورات والمهنيين انهم يشكوا في هذه الحاله وفي هذا الكلام ديال الحكومه، ان ملي كتدخل انت عاطينك صفحه في الانترنت عبر الوسائل الاعلام، ملي كتدخل لهاد الصفحه وكتسجل المعلومات، انت المعلومات ديالك كامله صحيحه، الكارت كريز السميه ديالك، السياره في السميه ديالك، كلشي. ملي كتدخل كدير هاد الصفحه هذه، اول حاجه كتدخل الصفحه ما غاتشدها، خصك تسهر عليها بالليل كامل حتى تخوى، لان ديما كتلقاها عامره، دي اول حاجه. اون فوا كتشد لك هذيك الصفحه لواحد الوقت ديال الليل، ملي كتشدها كتدخل المعلومات خصك تسنى واحد الميساج، يا اما ميساج غيجيك يقول لك راه المعلومات ديالك خاطئه ولا عندك شي مشكل ولا راك تقبلتي، ولا تقبلتي خصك تسنى الكود على واحد 48 ساعه ولا 72 ساعه باش يجيك الكود، وهذاك الكود راه ماشي غادي تمشي تشد به فلوس، هذاك الكود غايقول لك راك تقبلتي، ومن بعد تسنى اش من بركه غادي يعطوك ولا اش من بريد بنك اللي غادي يعطوك تمشي تاخذ بها الفلوس. هذا هو اللي خلى المواطن ولا السائق المهني يشك بان الكلام ديال الحكومه راه ما صادقش واحد 100%. وفي الاخير بغينا نعرفوا بالنسبه لكم كسائقين مهنيين، هذا البلاغ هذا ما لمستوش فيه واحد النوع من الغموض؟ لان البلاغ ما كيحدد لا المده ديال هذا الدعم لا امتى غيتصرف، مجموعه ديال الحوايج، فشنو ردكم على هذا الامر؟ الغموض اللي كاين في هذا البلاغ اللي صيفطت للحكومه هو هذا الدعم هذا، اول حاجه هذا الدعم اللي غنستافدوا منه حنا دابا في هذا الشهر، الدعم راه ديال الشهر اللي فات اللي غناخذوا حنا دابا ديال الشهر اللي فات، وفين هي الزياده اللي تزادتنا حنا دابا؟
حنا دابا مده دابا ديال 15 يوم زادنا 3 دراهم ولا 3 دراهم ونص اللي تزاد. يعني هاد الدعم اللي غتعطيونا هاد المعاونه اللي عطاتنا هاد اش كنسميوها صدقه بهذا المفهوم اللي عطاتنا ديال الشهر اللي فات، فين هو ديال الشهر هذا؟ فين هو ديال الشهر الاخر؟ يعني بغينا نعرفوا هاد الحكومه تخرج لنا بواحد البلاغ اللي هو رسمي، نعرفوا هاد الدعم هذا شحال غنبقاو ناخذوا؟ واش غنبقاو ناخذوا تيحيدوا لنا ينقصوا لنا المازوط؟ حنا ما كنطالبوش بالدعم، ما كنطالبوش بديك الصداقه اللي غادي يعطيونا، حنا كنطالبوا كمهنيين يعطونا الغازوان مدعم. مدعم. مثلا كاين الحافلات ديال نقل المدينه دابا مدعمين من مجلس المدينه. ما كيديروش المازوط هذوك في ستاسيون بولا برا، كيديروا في الديبو ديالو. علاش حنا ما يعطيوناش المازوط ديالنا مدعم كمهنيين؟ ما يعطيونا حتى ريال، ما باغيين منهم حتى حاجه. يديروا لنا المازوط ديالنا مدعم، الغازوال ديالنا مدعم، حنا كمهنيين نستافدوا منه. باش حنا ما نضطروش ان نزيدوا على المواطن، لان ما غنبقاو نوصلوا لهذ الحاله هذه يوميا بحال ما هكا. حنا دابا يوميا حنا خدامين دابا في الشارع كما كنقولوا، كتسالي في العشيه كتمشي كدير المازوط كدير الروسيطا المازوط كتزيدو من جيبك. حتى داك القوت اليومي وليتي داخل فيه، ولان درجه ان تزادت علينا حنا كمهنيين تزادت علينا واحد 120 درهم حتى 130 درهم في النهار اللي تزادت علينا ديال المازوط. حنا نهار فكرنا ان ناخذوا هذه الاسطول جديده هذه السياره جديده، علاش خديناه؟ اكثريه ديال المهنيين هنا واحد 90% خداتو على اساس بان غتستافد من هذه السياره الجديده كما كنقولوا حنا اقتصاديه في المازوط. اقتصاديه في المازوط نادوا هاد الناس خداوها وتابعين الطريطه كيخلصوا الشهر، قلنا حنا هذاك الشيء اللي غنقصوا من المازوط غنخلصوا في الطريطه. دابا حنا ولينا المازوط ولينا الطريطه. المشكل الكبير هو هذا المشكل ديال المازوط هو اللي خلق لنا ولا خلق لنا مشكل في الجيب ديالنا. وفي نهايه لقائنا بغينا هاد القطاع هذا فيه بزاف المشاكل ومشاكل لا تعد ولا تحصى، فشنو سبب ديال هاد المشاكل الدائمه في هاد القطاع؟ هي المشاكل كثيره في قطاع سيره الاسره، مشاكل كثيره. اول حاجه والمضمون ديال الاساسي لانه هو قطاع غير مهيكل. حيت علاش؟ حيت ملي كيكون بحال هاد المشاكل هذا اخر ما كيفكروا فيه هو مون طاكسي، لا بالنسبه للكيس لا بالنسبه للتغطيه الصحيه لا بالنسبه للدواء، بزاف المسائل. يعني لو كان قطاع مهيكل واحد 100% راه غيفكروا فيه هو الاول وما عمره غيكون فيه المشاكل. شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم. وصلنا نهايه لقائنا اليوم مشاهدينا، على امل لقائكم في لقاء جديد ورمضان كريم.